شارع الفهمي، اهلا وسهلا فيك عبر شارع الفهمي. اليوم نورتها وكانت هيك بوسع الطير لكل الناس، لكل الصبايا اللي حبوك اليوم. بدي لك الف مبروك. مهرجان الجميزه مهرجان ضخم جدا، ما نتشكر عبر شارع الفهمي كل القيمين، وبنشكر بيروت والمرفق والدنيا كلها. ان شاء الله بيروت ترجع مثل ما كانت. خبرنا هيك على المسرح، كيف ردك كان ردة فعلك والميدلي حلو؟ بدنا نرجع نحكي شوي عن بوسع الطير. اول شيء بدي لك مساء الخير وشكرا على جهودك، انت تعبان مع كل العالم مش بس معي حبيب قلبي استاذي. بدنا نشكر كل القيمين على المهرجان. المهرجان بيرجع الحياه لبيروت، كلنا بنعرف خصيصا منطقه الجميزة شو تأذت وشو صار فيها بالانفجار. يعني هذا الشيء كثير حلو انه بيفرجي كل العالم انه نحن لو شو ما صار ما بنموت. يعني لو انضربت بيروت وتدمرت ما حتموت، حتضل احلى من قبل. لنحكي عن المدلي، المدلي كان كثير حلو، كان شيء كثير بيعقد. كنت كثير مبسوط بالحضور وبتفاعل الجمهور، وهذا شرف كثير كبير لإلي. انت بتعرف انه نحن ما فينا نعمل شيء بلاهم، يعني عملنا اجواء كثير حلوه، كثير مبسوطين، مهرجان كثير ضخم. كثير مرسي لكل حدا حتى حط اشي مثل ما بيقولوا بالمهرجان، لانه شيء بيعقد وعن جد بيرجع الحياه للبنان ولبيروت. بيقول للكل تفضلوا لعنا. الميدلي وين تم تسجيله؟ وكان في اربع او خمس اغنيات من ضمن هالميدلي، كيف تم اختيارهم وباي استوديو؟ بنتشكر كمان الاستوديو اللي سجل الاغنيه، وبرجع اسالك الاغنيه كلمات الحانه كمان وتسجيل اي استوديو؟ بوسع الطاير. اول شيء نحن مثل ما معروف انه غنانا ماينس وان اليوم، سجلنا الميدلي كله عند استوديو جبر جام. بدي اقول له مرسي كثير من عندك من شارع الفن. تعب معنا الاستاذ ناجي حنا كثير، تعب معنا وساعدنا بالتسجيل، هو اللي وزع التسجيل كله اصلا من الصفر، وكان في لمسات سحريه تبع استاذ جو. بدي اشكرهم كثير وبدي اقول لهم مرسي كثير على جهودهم من سنين معي لليوم، مش بس من اليوم. شارب اليوم بعد هالمهرجان اكيد في اشياء ثانيه عم تحضرها، خبرنا هيك بالجرور شو عم تحضر؟ ان شاء الله بالجرور في كثير قصص. انت اول واحد تعرف فيها اصلا، بيكون على طول دائما في عنا. ان شاء الله عم نشتغل على سينجل، بدها شويه وقت لحتى نعمل اجمل شيء عنا لنقدم للجمهور. عم نشتغل على حفلات ان شاء الله حتكون صيفيه والعاني كثير يا رب. يعني بدي انا اول شيء لك مرسي، مرسي على كل جهودك معي قدام الكاميرا والورا الكاميرا. ان شاء الله حتكون صيفيه والعاني مش مثل غيرها ابدا، حيكون شيء بيعقد. انطرونا اكيد. وكمان تسمح لي كمان اتشكر اديب وكل الاكيب وشاشه الام تي في، الشاشه اللي دائما بتعطي فن حلو وجمال حلو. شفناك مؤخرا كمان عبر شاشه ال بي سي بمهرجان الزمن الجميل، شاركت فيه وكان في لك هيك اطلاله حلوه، كان شاركت مع الفنانين شفتهم. قد ايه حلو هيك انك تلتقي هذا الجيل الصغير مع الجيل الشوي اكبر؟ تنقول اول شيء نبلش بالزمن الجميل، نقول مثل ما بنقول دائما مرسي كثير لدكتور هراج على مجهوده اللي ما بيخلص كل ايام السنه، مش بس بنهار الزمن الجميل. يعني هذا يمكن شيء مش كل العالم بيعرفه، بيشوف بس قدام الكاميرا شو بيصير. بخصوص انك انت تتلاقى مع الفنانين اللي قدام، قلتها وراح اقولها هلا وراح ارجع اقولها قدام، بيعلموك اول شيء انه الزمن الجميل هو منه فن بس، الزمن الجميل هو نفسيه، هو روح حلوه، هو عطاء مش بس فني، عطاء اخلاقي. بتتعلم منهم كثير قصص وشرف كثير كبير لإلي، وانا هيدي بدي احملها معي لمسيرتي صراحه. بدي اقول انه انا اهم شهاده حملتها بحياتي اني تلاقيت بهالناس، بهالاساتذه الكبار، بهالعمالقه، لانه تعلمت منهم كثير قصص، مش بس مغنى، مش بس تمثيل، مش بس هول كلهم، تعلمت منهم النفسيه ما في اجمل منها صراحه. شكرا شارب الفهمي، ولما ان شاء الله بنشوفها كمان بمهرجان اكبر واكبر بعد. بدنا شغله وحده قبل ما ننسى، استاذ اديب، استاذ اديب معه العصايه السحريه ما بيقولوا، بدنا نقول له مرسي كثير، لانه بيجي بس بحرك العصايه هيك بيقلب لك القصص فوقاني تحتاني على الاحلى اكيد. مرسي لشاشه الام تي في، ومرسي لشاشه ال بي سي، ومرسي للبنان كله، ومرسي لكم. شكرا. شردني الغزال سألت الزيت أخذوا